من ونص على شاشة الام تي في من السبت للخميس بنكون مع علاقات خاصة، مسلسل بتدور أحداثه حول خمس أزواج بتتشابك قصصهم مع إطار درامي مشوق. علاقات خاصة من تأليف نور شيشكلي وإخراج رشا شربتجي، إنتاج أونلاين برودكشن وبطولة منى واصف، باسم يخور، توني عيسى، ماجد المصري، ديما أند لفت، أحمد زاهر، عمار شرق، كارمن لبوس، ميرفا قاضي، جوي خوري، صفاء سلطان، جاني اسبر، ومجموعة من نجوم الشاشة العربية. أما قبل الأخبار فعم نكون الساعة 7 مع كلمات من سلسلة مدرسة الحب. عم نكون اليوم مع الحلقة الأخيرة من هالثلاثية من بطولة عابد فهد، باميلا الكبك، وأمل عرفة. قصة عائلة فقدت بنتها، ولكن الأحداث كتير عم تتغير وكتير عم تتسارع لما هالعائلة ما بتقدر تكون عم تقتنع باللي صار وبالقدر يلي كتب لها. لنشوف بعد المشاهد ونرجع نتابع احنا وياكم واتسون ام تي في. ليش وقفتي؟ شوف هلا ليش وكيف وايمتى ولوين وشلون، كل مفردات الاسئله تبعيتك بدها تصير اليوم، لانك انت رح تصير ملكي انا وبدك تمشي على قوانيني انا تحت نظامي انا لمده اسبوع لمده شهر. بعرف فكر برجع بقول لك عن المده. بتعرف الحياه في اولها في ثالثة في رابعة تقدر، بس بكل هول اللي عم بيصيروا انت عم تجرب تبعد عنهم. الحب هو بوح مستمر، هو انك تحب انك تتورط بالاخر، هذا الشخص اللي بوجهك، بانك تشتهي تتملكه. عم بخبرك انك رح تصير ملكي انا اليوم من هاللحظة. كلمات الليلة باخر حلقة قبل الاخبار على شاشة الام تي في. اما الساعة 9:30 اليوم الاثنين بنكون مع من الاخر مع بيير رباط بموسم عم يكون اجواءه صيفية جدا ورائعة وحلوة كمان، مع ضيوف مميزين كل اثنين 9:30 المساء. ضيوف هالاثنين الفنان جو اشقر، ملكة جمال لبنان السابقة دينا عزار، الفنان وسام صليبة، مدونة الموضة اللبنانية نور عريضة، روكسانا توما، واكيد مجموعة من ضيوف مع المعلقين اللي بيكونوا موجودين بالحلقة أو كمان عم نكون بأجواء رائعة. إذا سهرات ممتعة على شاشة الام تي في كل يوم لإلكم، أكيد عم بتتابعونا. أما ألايف بيتابع بعد لحظات، خليكم معنا.